رئيس المكتب التنفيذي لمجلسنا على الجهود القيمة التي بذلتها المملكة من أجل توفير كل شروط النجاح والتميز لتظاهرة الرياض عاصمة الإعلام العربي 2018-2019. الشكر موصول أيضا لجمهورية مصر العربية الشقيقة على كرم الضيافة وحسن الوفادة، كما أبارك لها النجاح الباهر في تنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، مهنئا بالمناسبة الفريق الوطني الجزائري على مشواره البطولي والمشرف في هذه المنافسة القارية، متمنيا له المزيد من الانتصارات. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، إن انعقاد الدورة الحالية يأتي وعهدة رئاسة بلدي الجزائر للدورة 49 للمجلس قد اكتملت، وأود بالمناسبة إسداء خالص الشكر والامتنان لكل من رافق جهدنا على امتداد سنة كاملة من العمل الدؤوب سعيا إلى تعزيز وترقية دور الإعلام العربي وفق مقاربة عمل مشتركة وطموحة. لقد وفقنا خلال هذه الدورة إلى تحقيق عدد من الإنجازات التي من شأنها المساهمة في إيجاد موقع إعلامي عربي موحد وناجع ضمن مشهد الإعلام الدولي المتميز بالتطور التكنولوجي الهائل والمذهل، وبمنافسة شرسة هدفها كسب المتلقي وتشكيل قناعاته بالمادة الإعلامية المراد تسويقها. ضمن هذا السياق، تم خلال الدورة 49 اعتماد الخطة الإعلامية العربية الدولية الهادفة إلى التصدي للقرار الأمريكي الأحادي الذي يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. وإعمالا لهذه الاستراتيجية، تم إنتاج مواد إعلامية وثائقية سمعية بصرية مكتوبة وإلكترونية للترويج للقدس وعروبتها، وللتأكيد على كونها عاصمة أبدية لدولة فلسطين. وحرصا من مجلس وزراء الإعلام العرب على تشجيع الكفاءات الإعلامية العربية وحثها على مواصلة العطاء، تم خلال رئاسة بلدي للدورة السابقة الاحتفاء بيوم الإعلام العربي وتنظيم الطبعة الرابعة لجائزة التميز الإعلامي هذه السنة تحت شعار القدس في عيون الإعلام، وسيتم تكريم الفائزين خلال أشغال الدورة الحالية 50 للمجلس. وبالنظر إلى الدور الاستراتيجي المنوط بالإعلام خاصة في ظل المستجدات الإقليمية والدولية وتطور أدوات الاتصال والإعلام الحديث، تم خلال رئاستنا للدورة وضع مشروع الصيغة النهائية لميثاق الشرف الإعلامي المعروض على أنظار معاليكم للاعتماد. واستكمالا لما تقدم، تم أثناء الدورة ذاتها إعداد أجندة لتنفيذ الخطة المرحلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية والشروع في تنفيذ الخارطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الدورة العادية 29 لمجلس الجامعة على مستوى القمة المنعقدة بالرياض في أبريل 2018، إضافة إلى متابعة تنفيذ خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب المقيتة. ومع استعراض هذه الإنجازات، يطيب لي كذلك أن أتقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما بذلته من مجهودات في إطار مشاركتها كضيف شرف في الدورة 50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب للعام 2019 من خلال تخصيص أجنحة للعرض للدول العربية ومنظمات العمل العربي المشترك ومؤسساته. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، إن الحديث عن دور وسائل الإعلام العربي في تعزيز ثقافة التسامح المقترح الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية الشقيقة وتمت الموافقة عليه ليكون محورا فكريا للدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب، يتيح لي فرصة التذكير
بالضرورة الملحة للتكفل بالموضوع، خاصة في ظل الانتشار المتنامي لخطابات العنف والكراهية والترويج الممنهج لها، وهو ما يتنافى مع كل الأديان والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. إن مرجعيتنا الدينية الإسلامية حافلة بالشواهد والآيات والأحاديث التي تحث على المودة والتسامح بين بني الإنسان، واسترشادا بتعاليم الإسلام وهدي نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، مضى قائد المقاومة الجزائرية الأمير عبد القادر في نشر قيم السلم والتسامح حتى وهو في المنفى، إذ انبرى آنذاك يدود عن آلاف المسيحيين في بلاد الشام مانحا لهم الحماية والمأوى والضيافة والأمان. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، إن عبارات التسامح والسلام والانفتاح واحترام عادات وثقافات وخصوصيات المجتمعات هي من المراجع التي تستند إليها الجزائر، التي تحرص دولتها على تعزيز الحريات والحقوق وإقامة المساواة وترسيخ أصول الديمقراطية الحقة التي تجلت ثمارها في المسيرات الشعبية التي بفعل طابعها السلمي وانتهاجها سبيل الحوار البناء تساهم في انتقال البلاد إلى مرحلة نوعية جديدة في مستوى تطلعات الشعب وآماله. لقد وقعت الجزائر على جل الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان وبنبذ العنف والتمييز العنصري، وهي تلتزم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة منها مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير وحل النزاعات عبر الحوار وبالطرق السلمية. كما كانت بلادي سباقة على الصعيد الدولي لطرح مبادرة هدفها التصدي للمغالاة والتطرف والكراهية، وقد كللت جهودها باعتماد جمعية الأمم المتحدة 16 مايو من كل سنة يوما عالميا للعيش معا بسلام. ولقد كان للإعلام الجزائري تجربة رائدة في تسخير المهنة لترقية حقوق الإنسان ولتعزيز مشاعر المودة والتآزر، لا سيما من خلال مرافقته مسار المصالحة الذي فتح عهدا جديدا للأمل والتسامح بين أبناء الشعب الواحد. وتفعيلا لهذه المكاسب، فإننا في الجزائر نولي اهتماما خاصا لتكوين الصحفيين والإعلاميين في مجال حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، قصد تمكينهم من المعارف والتقنيات اللازمة لنشر القيم الإنسانية المثلى ولترقية السلوكيات الحضارية، لا سيما لدى فئة الشباب. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، لقد أثبتت الكثير من الأحداث تورط بعض وسائل الإعلام العالمية في إطالة مشاعر التمييز والكراهية التي تهدد انسجام المجتمعات واستقرار الدول. حيال هذه الممارسات العارية من الأخلاق والمهنية، يتعين علينا كعرب التصدي لمختلف الانزلاقات من خلال إعداد استراتيجية عربية مشتركة وضبط الآليات الكفيرة بتوظيف وسائل الإعلام والاتصال بشتى أنواعها في المرافعة المنتظمة لثقافة التسامح التي أصبحت معيارا لتقدم المجتمعات وتنميتها. إننا نصب من خلال هذه المساعي إلى تمكين الإعلام العربي من المساهمة الاحترافية في توجيه الخيارات السلمية للملتقى عن طريق تفضيل الحوار كمبدأ ذي أولوية في كل العلاقات والمعاملات، وكأسلوب أخلاقي لترسيخ ثقافة التسامح والحق في الاختلاف. من هذا المنطلق، فإن مسؤولية الإعلام العربي كبيرة على المستوى الإنساني والفكري في الترويج لثقافة التسامح ورفع الوعي بأهميتها كعامل جوهري في بناء علاقات إنسانية سليمة وقطع الطريق أمام دعاة المغالاة والكراهية والإقصاء. إن تمكن الإعلام العربي من إثراء الحالة المعرفية الصحيحة لمفهوم وثقافة التسامح سيحول دون الخلط أو المساس بقضايا أمتنا العادلة والمصيرية غير القابلة للتصرف، والتي لا يمكن مساومتها أو مقايضتها بأي حال من الأحوال. كما نطمح في مرحلة أخرى من التنسيق البيني
في توسيع مجال التعاون وتبادل الخبرات حول ثقافة التسامح لا سيما مع البلدان الإفريقية ودول الغرب، هذه الأخيرة التي تستفحل فيها ظاهرة العنصرية والإسلاموفوبيا. ختاما، وإذ أجدد لكم الشكر والتقدير على ما بذلتموه من تعاون وتنسيق خلال رئاسة الجزائر للدورة 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب، أتشرف بدعوة أخي وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية الشقيقة معاليه السيد تركي بن عبد الله الشبانة لتولي رئاسة الدورة 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، متمنيا له التوفيق والسداد في رئاسة هذه الدورة ولأشغال مجلسنا النجاح في تحقيق تطلعات شعوبنا إلى مستقبل يسوده الأمن والتسامح والازدهار. سدد الله خطانا لما فيه خير بلداننا وأمتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأمين العام جامعة الدول العربية، أصحاب المعالي وزراء الإعلام بالدول العربية، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية اسمحوا لي أن أعرب عن شكري وتقديري لمعالي وزير الاتصال بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على تولي دولة الجزائر الشقيقة رئاسة أعمال الدورة 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب. كما يشرفني أن أنتهز هذه الفرصة لأنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ويرعاه، وتمنياته أيده الله لهذه الدورة بالتوفيق والسداد والتوصل إلى قرارات تسهم في تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك في إطار الجامعة العربية. ولعلي هنا أشير لكلمة خادم الحرمين خلال استضافة المملكة لقمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية خلال شهر رمضان المبارك، حيث أيد حفظه الله حرص المملكة على تعزيز التنمية والازدهار وتحقيق السلام الدائم لدول شعوب المنطقة، بما في ذلك السعي لجعل العالم العربي مركزا اقتصاديا وثقافيا مؤثرا في العالم، بما يعكس مقدرات دولنا وشعوبنا الاقتصادية والثقافية والتاريخية. أصحاب المعالي والسعادة، نجتمع اليوم لمناقشة عدد من البنود التي من شأنها خدمة مصالح الإعلام العربي لتجاوز ما تمر به المنطقة العربية من أزمات، لا سيما ما يخص قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية. وسنعمل بكل ما لدينا من طاقات في سبيل أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية. أصحاب السعادة والمعالي، إن من أهم البنود المطروحة على هذا المجلس الموقر هو دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب وضرورة معالجتها من خلال تفعيل الدور المحوري للإعلام العربي في مواجهة ظاهرة عالمية تركت أثراً سلبياً على الفرد والمجتمعات العربية، وذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء
حول العالم. أود هنا أن أشير إلى أن المملكة العربية السعودية لم تأل جهدا في التصدي لظاهرة الإرهاب والتعاون مع الجهات ذات العلاقة دوليا وإقليميا. أصحاب المعالي والسعادة، خلال شهر رمضان المبارك تعرضت سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لعمليات تخريب إرهابية، ومن بينها ناقلتا نفط سعوديتان، دون أدنى مراعاة لحرمة الشهر الفضيل والأرواح والممتلكات والبيئة. كما تعرضت بلادنا لعمليات إرهابية مؤخرا عبر طائرات دون طيار استهدفت محطات ضخ النفط، إضافة إلى عدة عمليات استهدفت مطارات مدنية في مدينتي أبها وجيزان من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران. وهذه العمليات لا تستهدف منطقتنا العربية فقط، وإنما تستهدف أمن الملاحة الجوية والبحرية وإمدادات الطاقة في العالم. ولا يفوتني هنا أن أتقدم بخالص الشكر لجميع الدول العربية والصديقة التي أدانت واستنكرت هذه العمليات، وعلى وقوفها مع المملكة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية. أصحاب المعالي والسعادة، إن الوضع الراهن يتطلب منا أن يكون إعلامنا العربي متيقظا وواعيا للمخاطر المحدقة بالعالم العربي، وذلك حتى نتمكن من التصدي فكريا وتوعويا وجماهيريا للإرهاب، ونتحد في سبيل محاربته وكشف هوية داعميه، والعمل بشكل منظم على تجفيف منابع تمويله بكل السبل والوسائل المتاحة. لذلك يجب علينا أن نتحد للعمل على التصدي بكل قوة وحزم للإرهاب وإنقاذ الأرواح البريئة وحفظ الممتلكات، وذلك عبر تنفيذ خطة برامج نوعية ذات صفة توعوية وتثقيفية بهذه الظاهرة الخطيرة المدمرة لتساهم في الارتقاء بتعاملنا مع هذه الظاهرة الخبيثة. أصحاب المعالي والسعادة، إن أمام مجلسنا الموقر في هذه الدورة مجموعة من القضايا والبنود والتي من شأنها الرقي بمنظومة العمل الإعلامي العربي، والتي نرى أن يتم العمل عليها بجدية، لا سيما فيما يتعلق بمتابعة الخطة الجديدة للتحرك الإعلامي العربي بالخارج، والذي سيكون له دور كبير في إبراز الجهود العربية لخدمة المواطن العربي وخدمة قضايا دولنا بالخارج. كما أتطلع إلى تعاونكم ودعمكم للاستراتيجية العربية الإعلامية العربية، لنتمكن بمشيئة الله من تحقيق تطلعات شعوبنا وبما ينسجم مع أهداف ورؤى أمتنا العربية. في الختام، فإني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لاجتماعنا هذا التوفيق والنجاح، وبما يحقق تطلعاتنا جميعا في إطار العمل العربي المشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المعالي والسعادة، نستمع الآن إلى كلمة معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام جامعة الدول العربية، تفضل. معالي الأخ العزيز تركي الشبانة، وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة العادية 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، أصحاب المعالي، الإخوة الأعزاء وزراء الإعلام العرب والوزراء المشاركين، السيدات والسادة، يسرني في البداية أن أرحب بكم في مستهل أعمال الدورة العادية 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، ذلك المجلس العريق الذي يعد من أقدم المجالس الوزارية المتخصصة التي أنشئت في نطاق جامعة الدول العربية لتعزيز العمل العربي المشترك،
والذي لم يتوانى منذ إنشائه عن السعي لخدمة قضايا الأمة والارتقاء بالإعلام العربي في كافة مجالاته وتوثيق التعاون الإعلامي بين الدول الأعضاء وتحقيق التكامل بين إمكانات الإعلام العربي في شتى ميادينه. ويطيب لي سيادة الرئيس أن أتوجه إليكم بالتحية والتهنئة على توليكم رئاسة هذه الدورة لمجلس وزراء الإعلام العرب، متمنيا لكم كل النجاح والتوفيق، كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الأخ حسان رابحي وزير الاتصال بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة الاتصال الجزائرية لتعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك خلال الدورة السابقة للمجلس. أرجو أن تسمحوا لي بالحديث بالصراحة الكاملة بين أبناء الوطن العربي. الإعلام العربي قد يكون جزءا من الأزمات العربية، على الأقل هذا رأيي، وقد يكون الطريق أيضا لحلها. الخيار في أيدينا. الإعلام الطائفي والتحريضي والمروج للعنف والكراهية هو جزء من أزمتنا من دون شك. على الجانب الآخر، فإن الإعلام التنويري الباحث عن نقاط الالتقاء والذي ينطلق من نشر المعارف والحقائق ويدعو لثقافة الحلول الوسط والوفاق الوطني هو طريق مهم ورئيسي للخروج من أزمتنا. الإعلام والحال هذه مفتاح مهم لتغيير الواقع العربي. إن انتشار فكرة واحدة خاطئة، وكما تابعنا بأنفسنا للأسف عبر السنوات الماضية، كفيل بتدمير مجتمعات بأكملها وهدمها من داخلها. ولننظر ماذا فعلت أفكار فيروسية مثل الداعشية والطائفية بالمجتمعات العربية خلال الأعوام الماضية. ولا أظن أن تشبيه مثل هذه الأفكار بالفيروسات هو من قبيل البلاغة أو التصوير الأدبي، فهي فيروسات حقيقية تصيب الأدمغة وتنتقل بسرعة رهيبة كالأوبئة، وتحتاج كما تحتاج الفيروسات البيولوجية إلى ناقل تجده في بعض الوسائط الإعلامية التي خرج الكثير منها عن السيطرة. وليس العالم العربي استثناء في هذا المجال، فالواقع أننا نعيش ثورة هائلة في الإعلام على صعيد عالمي، سواء على مستوى الوفرة غير المسبوقة في المنصات والتنوع اللامحدود في الوسائط، أو من حيث اتساع دائرة المشاركة الجماهيرية في الإعلام. لم يعد الجمهور مستقبلا فقط للرسالة الإعلامية كما كان الحال في السابق، بل صار مشاركا ناشطا في صياغة هذه الرسالة ونقلها، كما هو الحال مع وسائط الاتصال الاجتماعي، وهي وسيط غير تقليدي يمنح سلطة هائلة لأعداد كبيرة من البشر في تشكيل الرسالة الإعلامية واختيار مضامينها ونشرها على نطاق واسع. إن هذه الوسائط تمس سلاحا ذي حدين، فهي من ناحية تتيح ديمقراطية أكبر في المشاركة لأعداد كبيرة من البشر، ولكن على الجانب الآخر تنطوي على مخاطر نشر الأفكار الخاطئة أو المضللة أو الشائعات، بل والأيديولوجيات المدمرة لوحدة المجتمعات والمحرضة على العنف والكراهية. وفي خضم هذه الثورة الإعلامية العالمية تشتد حاجتنا في العالم العربي إلى سبر أغوار ما يجري والتمييز بين النافع والخبيث، فما من ثورة إعلامية في تاريخ العالم إلا وحملت بين طياتها
خيرا وشرا في ذات الوقت، بداية بالطباعة في القرن الخامس عشر وانتهاء بالثورة الرقمية الحالية. ذلك أن الإعلام في آخر الأمر ليس سوى وسيط ناقل للمعلومات والأفكار، ومن الأفكار ما يدعو الناس إلى الحق والخير، ومنها ما يدس الشر والبغضاء في العقول. الدرس المستفاد من التاريخ أن الوقوف في وجه الموجات الجديدة لا ينتج سوى العزلة، كما أن الاستسلام لها قد يقود للفوضى. إن حاجتنا تشتد أكثر من أي وقت مضى إلى الوصول إلى نقطة توازن بين العزلة والفوضى، بين الجمود الضار والانفتاح المؤدي للاضطراب. وأظن أن البحث عن هذا التوازن يتعين أن يتصدر أولويات العمل العربي الإعلامي في المرحلة القادمة، خاصة وأن دور وسائط الاتصال الجديدة والضوابط التي تحكم عملها صار موضوعا مطروحا على طاولة البحث والتفكير على صعيد عالمي. كلنا نعيش هذه المرحلة وكلنا نتفاعل ونتجاوب معها، ولا ينبغي أن تشغلنا هذه الوسائط الجديدة عن وسائل الإعلام التقليدية. فالجمهور والشعب لم ينصرف بعد، ولعله لن ينصرف عن هذه الوسائل التقليدية، بل ربما هو يدرك أهميتها مع بروز ما تنطوي عليه الوسائط الجديدة من مخاطر. إن الصحافة المقروءة والأعلام المرئي والمسموع لا زالت تلعب الدور الأول في تشكيل وعي ووجدان المواطنين في العالم العربي. من هنا أهمية وخطورة الدور الذي يطلع به هذا المجلس الموقر. إن رسالة الإعلام العربي في عصر يتسم بالاضطرابات المتلاحقة والتغيرات المتسارعة ينبغي أن تصل إلى الفئات المستهدفة رسالة واضحة وقوية وبسيطة في آن معا، وإلا تركت هذه الفئات الشعب نهبا للمتلاعبين بالعقول وفريسة للمتاجرين بمصائر الشعب. إن الرسالة الأولى لإعلامنا العربي هي ترسيخ المواطنة وتعزيز الانتماء إلى الدولة الوطنية الحاضنة لكافة مواطنيها، بل بلا تفرقة أو تمييز على أساس الدين أو الطائفة أو العرق، وبما يرسخ لمبادئ وقيم جوهرية في الوجدان العام وعلى رأسها التسامح وسيادة القانون. إن هذه المواطنة هي الضامن لوحدة المجتمعات والحامي لها من عواصف التفتت. وثمة أجيال جديدة لا بد أن تصلها رسالة المواطنة والهوية الوطنية الجامعة بلغة تفهمها وتتفاعل معها وتقتنع بها. رسالة الأخرى التي يتعين على إعلامنا العربي إيصالها بأكبر قدر من المسؤولية والكفاءة تتعلق بقضايا الأمة التي لا يصح أن ينصرف عنها شباب الأمة، وعلى رأس هذه القضايا تأتي القضية الفلسطينية التي نحملها معا من جيل إلى آخر. وليس صحيحا أن الأجيال الجديدة أقل حماسا أو انتماء لهذه القضية العربية المركزية، بل هم متعطشون لمتابعة ما يجري بشأنها والدفاع عنها. وعلى إعلامنا العربي أن يقطع الطريق على منصات أخرى تقتات على هذه القضية وتحركها وتتلاعب بها لأغراض لا تخدم سوى مصالح أطراف بعينها ليس من بينهم الفلسطينيون أو العرب. إن فلسطين قضية عربية وستبقى كذلك إلى أن تقام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بإذن الله، وأنه من دواعي السرور لنا جميعا أن تعقد اليوم احتفالية جائزة التميز الإعلامي تحت شعار جاء في وقته وهو القدس في عيون الإعلام.
أما الرسالة الثالثة التي أرى أن يعنى بها الإعلام العربي فتتمثل في بث الفكر المستنير والإسهام الفعال في بناء الإنسان العربي الجديد بنشر الثقافة والمعرفة والتعليم المستمر، إذ لازال الإعلام يمثل السلاح الأمضى في مواجهة الفكر الظلامي المتطرف الذي يوفر البيئة المثلى لنمو الإرهاب والعنف. إن المعركة التي يخوضها الإعلام العربية بالكلمة لا تقل في خطورتها وأثرها عن تلك التي يخوضها الجنود بالسلاح، فقد تمثل كلمة استنارة واعتدال الفرق بين مشروع مواطن يؤمن بوطنه وإنسانيته ومشروع إرهابي لا يعرف سوى القتل والدم. إنما يرغب فيه دعاة الظلام هو أن تصمت كل المنابر فلا تنطق سوى منصاتهم المسمومة، وما يقضي على هذه القوى حقا هو أن يتعرض الناس لأفكار مختلفة وآراء متنوعة وأن تشيع المعرفة والوعي بينهم. وكلما ازداد هذا التنوع في الأفكار والانفتاح على الثقافات الإنسانية المختلفة كلما بارت بضاعة أنصار التطرف والانغلاق، ولم يجدوا سبيلا لنشر أفكارهم المنغلقة المضادة للإنسانية والعقل والدين. أتمنى النجاح لأعمال هذا المجلس الموقر الذي يتضمن عددا من الموضوعات الهامة من بينها ميثاق الشرف الإعلامي ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب وغيرها، وأشير على نحو خاص إلى ضرورة دعم خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، فما زلنا عاجزين إلى اليوم عن التحدث إلى الآخر بصوت يقنعه ولغة تقترب من عقله ووعيه ورسالة قادرة على النفاذ إلى ضميره. ما زال خطابنا مع الخارج صدى لحوارنا مع أنفسنا، وما نحتاج إليه حقا هو تعزيز وتطوير الرؤية الاستراتيجية والخطة الشاملة للعمل الإعلامي العربي بالخارج حتى يعمل الجميع في إطارها، فتنتظم الجهود في مسار واحد وتصل رسالتنا بصورة فعالة وبلغة يفهمها الآخر ويتفاعل معها. أخيرا أقول أن إعلامنا العربي يقف على أرض صلبة، فله رصيد لدى مجتمعاتنا التي اعتبرته لفترات طويلة مصدرا للمعرفة والوعي. علينا ألا نبدد هذا الرصيد الثمين، بل نبني عليه ونضيف إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر معالي الأمين العام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، وأطلب من الزملاء في الأمانة الفنية الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة التميز للإعلام العربي. تفضل. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، ها نحن نلتقي مجدداً في ذات المناسبة من كل عام لنحتفي بالمبدعين والمتميزين في مجال الإعلام من كل أرجاء الوطن الكبير، والذين دعموا بمهنية عالية قضايا الأمة وبذلوا كل الجهد عبر مسيرتهم المهنية خدمة لمجتمعهم العربي، سعياً لتحقيق الغايات المنشودة المتمثلة في تأسيس إعلام عربي جديد يتحلى بإخلاقيات المهنة ويخدم قضايانا الكبرى. وها هي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الإعلام العرب
بكافة هيئاته ومنظماته ولجانه الفنية تحتفي هذا اليوم بشخصيات ومؤسسات إعلامية عربية استحقت بجدارة الفوز بجوائز التميز الإعلامي للعام 2019 تحت شعار القدس في عيون الإعلام، والذين توفرت فيهم الاشتراطات الحاكمة للجائزة من خلال لجنة التقييم المكونة من ممثلي أعضاء الدول من ممثلي الدول الأعضاء وفق الآلية المتبعة في اجتماعها الذي عقد في 12 من شهر مارس 2019 بمقر الأمانة العامة، والذي تقرر من خلاله منح جائزة التميز الإعلامي لهذا العام. نتشرف بأن ندعو معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط ومعالي السيد تركي الشبانة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة، وسعادة الدكتور خالد الغامدي رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي لتسليم الجوائز للشخصيات والمؤسسات الإعلامية التي استحقت بجدارة الفوز بهذه الجائزة. الفئة الأولى أفضل مؤسسة إعلامية قدمت أعمالاً تدعم القدس، تحصل عليها تلفزيون فلسطين بدولة فلسطين، يتكرم باستلام الجائزة السيد فائق جرادة مدير مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني بالقاهرة. هدفها الأسمى جلب فلسطين للعالم وجلب العالم لفلسطين، جهد إعلامي عظيم منذ أن أعلن الرئيس الشهيد ياسر عرفات انطلاقها من خلال الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، وهي تعمل في سعي مستمر لإبراز الهوية الوطنية الموحدة للشعب الفلسطيني وتعزيز حريته واستقلاله، مؤكدة في سياستها التحررية على عمق وتراث وحضارة الشعب الفلسطيني. الفئة الثانية جائزة أفضل شخصية إعلامية قدمت أعمالاً تدعم القدس، وقد تحصل عليها ثلاث إعلاميون عرب هم الأستاذة الإعلامية كريستين ريناوي دولة فلسطين، يتكرم باستلام الجائزة السيد يوسف المحمود وكيل وزارة الإعلام بدولة فلسطين. الأستاذة كريستين ريناوي مراسلة ميدانية في القدس لنحو 9 سنوات قامت خلالها بالتغطية الإعلامية للعديد من المحطات الهامة في القضية الفلسطينية، منها معركة البوابات الإلكترونية واعتصام الخان الأحمر المتواصل في القدس وغيرها العديد من الأحداث التي تخدم القضية الفلسطينية، متحملة في سبيلها عشرات التهديدات والاعتداءات من قوات الاحتلال، حيث أصيبت برصاص الاحتلال الإسرائيلي إبان المواجهات التي أعقبت حرق الطفل محمد أبو خضير. أفضل شخصية إعلامية قدمت أعمالاً تدعم القدس ضمن الفئة الثانية الأستاذ محمد الونداوي جمهورية العراق، يتكرم باستلام الجائزة نيابة عنه سعادة الدكتور خليل الطيار عضو مجلس الأمناء بهيئة الإعلام والاتصالات بجمهورية العراق. عمل الأستاذ محمد الونداوي لأكثر من 30 عاماً في مجال الإعلام، فكان أحد أعضاء نقابة الفنانين العراقيين، أخرج العديد من الأفلام والبرامج الوثائقية من بينها برنامج ذاكرة فنان وبرنامج معالم وبرنامج غدنا الثقافي وأمة القرآن، هذا بجانب عديد الأفلام الوثائقية والتي من بينها قلب العرب وبرنامج مبدع هناك، فضلاً عن خبرته وعمله في مجال المونتاج والإخراج الإذاعي. أفضل شخصية إعلامية قدمت أعمالاً تدعم القدس الأستاذ محمد عبد ربة دولة فلسطين، يتكرم الأستاذ يوسف المحمود وكيل وزارة الإعلام بدولة فلسطين باستلام الجائزة. هو صحفي مخضرم يحمل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الخليل، عمل في العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية منها صحيفة كل العرب وغيرها، بالإضافة إلى عمله كمراسل للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني في مدينة القدس، حيث كان له دوراً فعالاً في تغطية أحداث البوابات الإلكترونية بالقدس.
شكرا. الفئة الثالثة: أفضل مقال صحفي حول عروبة مدينة القدس الشريف، تحصل عليها صحفيان: مقال منهاج أسود يهدد هوية القدس للصحفي بلال غيث الكسواني، وكالة وفاء دولة فلسطين، السيد علي وهيب مدير مكتب وكالة الأنباء الفلسطينية بالقاهرة، يتكرم باستلام الجائزة. بقلمه يدق الأستاذ بلال الكسواني ناقوس الخطر ليرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء فلسطين في مجال التعليم، فضلاً عن محاولات طمس هويتهم الفلسطينية العربية عمداً ومحوها قصراً من العقول والكتب والمدارس بشتى الطرق الإجرامية كجزء من المخطط الأكبر لتهويد المدينة بالكامل. الفئة الثالثة أيضاً عن أفضل مقال صحفي حول عروبة مدينة القدس الشريف، مقال القدس حين تروي للصحفي محمود أبو الهيجاء، صحيفة الحياة دولة فلسطين، ويتكرم باستلام الجائزة السيد يوسف المحمود وكيل وزارة الإعلام بدولة فلسطين. بكلماته المنتقاه وأسلوبه السلس يأخذ الأستاذ محمود أبو الهيجاء قرائه في رحلة إلى القدس الشريف يتلمس من خلالها جمال المدينة وصلابة ونقاء أهلها، وبوصفه الأخاذ يرصد بهاء المدينة وعروبة معالمها الخالصة، ويلقي بظلال كلماته قدسيتها كمهد للرسالات. الفئة الرابعة: أفضل برامج إذاعية حول مدينة القدس الشريف، البرنامج الإذاعي عروبة القدس بألف وثيقة، شبكة صوت العرب الإذاعية جمهورية مصر العربية. يتكرم باستلام الجائزة الدكتورة لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب، والأستاذ الإذاعي عبد البديع فهمي، مستعيناً بالمتخصصين في مجال الآثار وبقرار اليونسكو الذي أكد بأنه لا صلة دينية بين حائط البراق والمسجد الأقصى باليهود. يقدم برنامج عروبة القدس بألف وثيقة الأدلة المنطقية على عروبة القدس. فئة أفضل برامج إذاعية حول مدينة القدس الشريف، برنامج القدس عروس عروبتنا إذاعة سلطنة عمان. يتكرم باستلام الجائزة الفاضل هلال بن سليم المشيفري مدير إذاعة سلطنة عمان. بعرض شيق ومنطقي وأدلة دامغة يفند برنامج القدس عروس عروبتنا كل مزاعم الصهاينة حول القدس، بدءاً من أصول ساكنيها وبناتها، وكيف أن أول معمريها كانت قبائل شبه الجزيرة العربية من الكنعانيين. شكراً. أفضل برامج إذاعية حول مدينة القدس، برنامج سنرجع يوماً دولة الإمارات العربية المتحدة شبكة أبو ظبي الإذاعية. يتكرم باستلام الجائزة الأستاذ محمد جلال الرئيسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات. فريد الفكرة، فائق الأداء، فصيح اللسان، يطل علينا في دراما إذاعية متميزة، برنامج سنرجع يوماً ليحكي لنا تاريخ القدس منذ أن تسلمها الفاروق حتى اليوم في صورة حوار بين المعلم والأبناء. الفئة الخامسة: أفضل برنامج تلفزيوني حول مدينة القدس الشريف، برنامج صباح الخير يا قدس، تلفزيون دولة فلسطين. يتكرم باستلام الجائزة السيد فائق جرادة مدير مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني بالقاهرة. هي نافذة إخبارية صباحية مميزة يتابع المشاهدون من خلالها أخبار القدس الشريف. الفئة السادسة: أفضل موقع إلكتروني عربي خصص مساحة خاصة لدعم مدينة القدس الشريف، موقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني دولة فلسطين. يتكرم باستلام الجائزة السيد أشرف المبيض مراسل تلفزيون فلسطين بالقاهرة.
هي منصة متجددة ومتنوعة مواكبة للعصر، تضع الخبر بين يدي المواطن العربي بكل حرفية وموضوعية، مما جعلها صوتاً ينقل حقيقة الأحداث من فلسطين إلى كل أنحاء العالم. الفئة السابعة: أفضل فيلم قصير توثيقي حول القدس، وشملت الجائزة 3 برامج إذاعية: فيلم القدس تاريخ وقضية، تلفزيون عدن الجمهورية اليمنية. يتكرم باستلام الجائزة الأستاذ فارس عبد العزيز محكمي، رئيس قطاع قناة عدن الفضائية. في شكل فني بديع يرسم لنا وثائقي القدس تاريخ وقضية بهاء وجلال مدينة القدس، وبأنغام عربية فلسطينية خالصة وصوت شجي يروي لنا تاريخ المدينة العظيمة، ليجدد آمال العودة دون أن يتناسى ما تتعرض له القدس من عدوان بغيض وانتهاكات وحشية من قبل المحتل الغاصب. أفضل فيلم قصير توثيقي حول القدس، فيلم في سياق آخر: وكالة وفا دولة فلسطين. يتكرم السيد علي وهيب مدير وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بالقاهرة باستلام الجائزة. اقتحام: بهذا النداء المنذر يبدأ الوثائقي في سياق آخر أحداثه، الذي تروي الفصل الأخضر في معركة الصمود بالخان الأحمر على لسان الطفل قسام بمشاهد بارعة وموجعة. أفضل فيلم قصير توثيقي حول القدس، فيلم قلب العرب، شبكة الإعلام العراقي جمهورية العراق. يتكرم الأستاذ علي شندي الممثل لشبكة الإعلام العراقية ومدير مكتبها بالقاهرة باستلام الجائزة. قلب العرب تاريخ من المقاومة والنضال، وتأكيد لأحقية شعب بأرضه من خلال عمل توثيقي بديع استدل بالصوت والصورة والخرائط وشهادة المؤرخين من براهين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عروبة القدس. وأخيراً، أفضل صورة فوتوغرافية حول مدينة القدس الشريف والانتهاكات الإسرائيلية، وهي تمثل طفل ينظر إلى المسجد الأقصى من نافذة المدرسة العمرية بعدسة المصور عفيف عميرة دولة فلسطين. يتكرم باستلام الجائزة نيابة عنه السيد يوسف المحمود، وكيل وزارة الإعلام بدولة فلسطين. هي لقطة تكاد أن تنطق لترصد مشهد بديع يجسد الأمل في جيل جديد سيتجاوز المحنة ويحقق الأهداف لتعود الأرض لأصحابها. هي ليست مجرد لقطة، بل هي إشارة لجيل غاضب يأبى الخنوع ويرفض الذل والمهانة ويتطلع للحرية وتحرير المقدسات. شكراً لكم، ونلتقي العام القادم إن شاء الله لنكرم العديد من المبدعين. الآن طلبت مني رئاسة الجلسة الإعلام بأن هناك جلسة تشاورية ستعقد وسيتم اقتصارها على السادة رؤساء الوفود لمدة قصيرة، وسنعود بعدها لمواصلة الاجتماع، وعلى علم بأن هناك إفطار أو جلسة بريك في انتظار السادة بقية أعضاء الوفود. الجلسة تقتصر على السادة رؤساء الوفود فقط.